الباب الأول، باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله، يعني يعرف أن النعمة من الله. ماذا يصنع؟ ينكرها. اجتماع الطيبين يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القلب، معرفة النعمة أنها عند الله، ولصحابة السلام وإنكار النعمة. كيف ينكر النعمة؟ ينكر النعمة بالقلب واللسان والجوارح. ينكر النعمة بالقلب، يقول هذا بجدي واجتهادي وأنا محفوظ به، وعلى علم من الله أني له أهل، وإنما ورثت هذا المال كابر عن كابر، وقد نحن أشراف، نحن أغنياء، نحن لا نعرف الفقر يا أخي. يقول لي هذا ملك، ونحن سادة، ونحن كذا، وأنتم فقراء. مفهوم؟ أي نعم. هذا إما بالاعتقاد أو باللسان أو بالجوارح يصرف النعمة في كفر المنعم، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا كثير يقول. إذا لابد أن تعرف أن كل ذل اللسان بشكر المنعم. فلما رآه مستقرا عنده سليمان عليه الصلاة والسلام عرف أن هذه نعمة، ابتلاء، اختبار. ما قال هذا إيش؟ بسلطاني بوزرائي بحاشيتي بملكي. وعندنا في الجوال اليوم في إشارة كذا كذا يعني، صح؟ موجود صح؟ بعد ما أرسل لك كذا يعني هذا إيش؟ بجدي واجتهادي بعرض جميل قال فلان بدأ من الصفر. وإيش اسمه؟ أنا عندنا برامج هنا دورات يسموها إيش؟ تحفيزية. أنا ما اسمها تحفيزية إيش؟ قال إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. قال تنجح تنجح. لا، اسمع معي، النجاح والرسول ليس بهذا الشكل، أنه فلان أصبح أغنى العالم، هذا نجاح. طيب قارون تعدوه ماذا؟ ونوح عليه الصلاة والسلام 1050 عام وما آمن معه إلا خليل، ناجح 100%، من أول العزم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فاليوم أسمعونا بدورات تدريبية وقال تنجح تنجح. يا أخي تنجح بإذن الله، حتى لو ما نجحت أنا الآن، ها الله سبحانه وتعالى يكفل لي الأجر، صح؟ إذا خرج مهاجرا في سبيل الله وأدركوا الموت، ناجح ناجح. فالنجاح والرسوخ ليس على هذه الدورات اللي اليوم ياخذها، هذا التطوير الذاتي، التطوير الذاتي كذا. والله تقلب الكتب ما تجد فيها آية أو حديث أو افتقار إلى الله، كل شيء قلب القوة كذا، وتحصل المدرب أبشر خلق الله، والله ما عنده توحيد، ما عنده توحيد. إذا لا عنده توحيد يعني معناه مشرك. واليوم عندك انا ارى مقاطع كثيره اليوم ونتفرج عليها، اكثر الشباب يتفرجوا عليها، فلان نجح ممثل، ناجح اي ناجح هذا الممثل، ومغني ومغني كان فاشل وكذا وثم اصبح ملياردير، هو اليوم فاشل. والله الحمد لله الذي عافانا. كيف ننظر الى هؤلاء اخوان؟ صحيح او لا؟ واقع هذا اليوم. إذن يعرفون نعمة الله ثم ينكرون أكثرهم الكافر. وقال حقق النجاح وحقق الهدف وصنع وصنع وصنع. نعم.